صباح الخير بلاكمان، هذه هي نشرة الحريق الخاصة بك ليوم الخميس 7 سبتمبر وأنا طارق. سيجتمع فريق الخطاب والمناظر يوم الخميس 7 سبتمبر الساعة 3:30 في الغرفة D8. اليوم الوطني لتسجيل الناخبين هو 19 سبتمبر. سيكون أعضاء فصول السيدة جيكوب في القاعة المستديرة أثناء الغداء. إذا كنت كبيرا بما يكفي للتصويت فيرجى التسجيل، إنه واجبك المدني بعد كل شيء. يجب على الجميع الطلاب الذين يقودون سياراتهم إلى المدرسة شراء تصريح ووقوف السيارات. ستقوم الإدارة بالتحاقك من تصاريح ووقوف السيارات في الأسبوعين المقابلين. يمكن شراء تذاكر ووقوف السيارات في دانتيس ناكشا أثناء الغداء. الكتاب السنوي معروض للبيع رسميا لهذا العام الدراسي. خذ كتابك السنوي بأقل سعر في الموقع في yearbookforever.com. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه أيضا شراء إعلانات سينيور وإعلانات الأعمال. هل لديك أسئلة؟ ارسل بريدا إلكتروني إلى السيدة يانغ. ستكون صور المكياج في 20 سبتمبر صباح في صالة الألعاب الرياضية الأوكس جيم. سيتم استعداء الطلاب حسب مستوى الصف في ذلك الصباح. هل ترغب في المساعدة في جعل مدرستك ومجتمعك مكانا أفضل؟ والقيام بدور النشط في التخطيط النشاط الترفيهي. سيقعد مجلس الطلاب اجتماعات ذات أهمية خلال CNI في 6 سبتمبر. يجب على أي طالب يرغب في الانضمام إلى مجلس الطلاب حضور الاجتماعات في 1 أو 6 سبتمبر. يرجى الحضور إلى غرفة السيدة بريد G1 الاستلام تصريح CNI. سيجتمع النادي الدولي في D19 غرفة السيدة بيرس في 18 سبتمبر من الساعة 3:40 إلى 4:20. سنقرر تصميم قمصان ونضع خططا للعودة إلى الوطن. يرجى الانضمام إلينا في الاحتفال بمجتمعنا الدولي وثقافتنا هنا في BHS. سيكون هناك اجتماع إعلامي لتجربة التنس يوم الخميس 7 سبتمبر. سيتم تقديم معلومات حول تجربة فريق التنس لهذا العام. سنلتقي بعد المدرسة في الغرفة C4. راجع كوتش ميروز في الغرفة C4 إذا كان لديك أي أسئلة. تقييم الرياضيات الإلكترونية ليلة الوالدين يوم الخميس 7 سبتمبر الساعة 6 مساء. سنلتقي في القاعة المستديرة ثم إلى الفصل الدراسي. يبدأ الموسم التحضير في 11 سبتمبر مع بدء الموسم العادي بعد أسبوعين. مباراة البنات بليز على أرضها يوم الخميس ضد أوكلاند في السابعة في الفرنس. تعمل فريق كروس كونتري في تشيكسا تريلز في ألاباما أوكفيل يوم السبت. يلعب فريق الكرة القدم في سامت يوم الجمعة. تأكد من إطلاعك على الإعلانات والمزيد في BSPN Play Studios على اليوتيوب وكذلك على شاشات ميديا كاست في القاعة المستديرة الصالة الرياضية. واحدث شاشة لدينا في المكتب. أنا طارق وكانت هذه نشرة الحريق الخاصة بك. اذهب إلى المشتعلة. Go Blaze!